موجز لأهم وآخر الأنباء من مدينة بنغازي، أهلا بكم. أصدر الحاكم العسكري للمنطقة الواقعة من درنة إلى من جواد اللواء عبد الرزق النظوري تعليماته بتجميد عمل المجلس البلدي بنغازي. وأفاد مراسل قناة ليبيا الحدث أن اللواء النظوري كلف العميد أحمد دعريبي عميدا ببلدية بنغازي هذا، وأوضح الحاكم العسكري أن هذا القرار سيتم العمل به من تاريخ صدوره باطلا كل من يخالفه. أكد منتسبي رحبة المدرعات الرابعة بنغازي والمكونة من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين والتابعة إلى رئاسة أركان القوات البرية، أكدوا أنهم مع الشرعية وتحت أوامر القيادة العامة للجيش الوطني. يأتي هذا استنكارا لقرار الآمر السابق لكتيبة 204 دبابات المنحلة المهدي البرغثي الذي أصدر في وقت سابق قرارا بصفته الوزير المقترح للدفاع بحكومة الوفاق غير الدستورية يحمل رقم 15 لسنة 2016 يطالب فيه ما تبقى من عناصر الكتيبة 204 بالانسحاب من محاور القتال في بنغازي وتكليفهم بحماية ما وصفه بمقر وزارة الدفاع في بنغازي. أمهل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية في بيان له العضوين المقاطعين لاجتماعاته علي قطراني وعمر الأسود أسبوعا للعودة إلى عملهما بالمجلس. هذا وهدد المجلس الرئاسي في رسالتين تحصلت قناة ليبيا الحدث على نسخ منهما بتطبيق ما ورد في الاتفاق السياسي بشأن خلو المنصب واستبدالهما بأحد الأعضاء في المجلس. أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد المصماري أن القوات المسلحة التي دخلت منطقة الزويتينة لم تنوي الدخول إلى الميناء النفطي وأنها ستواصل تمركزها في مداخل ومخارج المنطقة لحماية مقدرات الشعب الليبي. كما كشف المصماري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن القيادة العامة أعطت فرصة للمساعي الحميدة لتجنيب المنطقة القتال، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد القوات المسلحة للتقدم إذا لزم الأمر. وبخصوص الأوضاع العسكرية فيما تبقى من محور قنفودة، قال المصماري أن الجماعات الإرهابية باتت محاصرة في مساحات بسيطة جدا، وأن ما يعيق تقدم الجيش في تلك المواقع هو وجود الألغام والمفخخات، مؤكدا أن رد فعل العدو أصبح ضعيفا جدا. أكد مدير مديرية أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي على الدور الكبير الذي يقوم به أعيان ومشايخ بنغازي في دعمهم لمديرية أمن المدينة وقسم البحث الجنائي. وأضاف هويدي خلال اجتماع مع أعيان ووجهاء مدينة بنغازي أن لهم دور اجتماعي داعم للأجهزة الأمنية في فرض الأمن بالمدينة، مضيفا أن بنغازي أصبحت مثالا يحتذى به لباقي المدن الأخرى من الناحية الأمنية. من جانبهم أكد أعيان ومشايخ المدينة على أن المساس بالمؤسسات الأمنية يعد خطا أحمر ويجب الحفاظ عليها. أصدر موظفي قطاع التربية والتعليم بمدينة بنغازي بيانا جددوا فيه دعمهم الكامل لمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي. كما أكدوا في بيانهم دعمهم الكامل لقوات الجيش في حربه ضد الجماعات الإرهابية والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. أصدر أهالي مدينة تاورغا في بنغازي اليوم بيانا طلبوا فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إرجاعهم إلى مدينتهم، كما طلبوا الحكومة المؤقتة بإصدار قرار يعتبر تاورغا مدينة منكوبة. يأتي ذلك في الذكرى الخامسة لتهجير أهالي تاورغا من ديارهم بدون وجه حق. كشف تقرير لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية عن أن لجنة الأمن والمخابرات بمجلس النواب الإيطالي أعلنت عن وجود قوات خاصة إيطالية في مدينة سرت لتنسيق الضربات الجوية وتقديم المعلومات الاستخبارية للقوات الموالية لحكومة الوفاق غير الدستورية. يأتي ذلك عقب إعلان ميليشيات البنيان المرصوص عن وجود 1200 جندي أمريكي وبريطاني لتقديم الدعم ومحاربة داعش في سرت.
ولمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث تي في. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.